مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. الفيديو ما تلموه عن طريقة تغيير اللغة إلى العربية في لعبة بابجي. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أنه تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. في البداية راح أسجل دخول، أنا مسجل بتويتر، راح أخلي اسم المستخدم، وراها راح أخلي كلمة السر، وراح ندخل من داخل التطبيق. بعد ما دخلت اسم المستخدم وكلمة السر، بعدها راح أعمل تذكرني وراح أدخل ولوجين سكسسفول. راح ندخل على داخل اللعبة، راح تظهر طبعا اللعبة بهذا الشكل، واللعبة راح تكون باللغة الإنجليزية. الآن مثل ما تشاهدون XX، وراح ندخل اللعبة الآن كلها باللغة الإنجليزية. الآن ندخل هنا، راح نروح بالأسفل طبعا، راح نروح على الإعدادات. مثل ما تشاهدون تظهر هذه الصفحة، ما نحتاجها، راح ننزل إلى الأسفل، راح تلقي خيار هنا Language يعني اللغة. هنا اللغة كاتبين الثانوية هنا بالأسفل الإنجليزية، واللغة الأساسية بالأعلى الإنجليزية. راح نحولها إلى اللغة العربية، فقط تكبس عليها وتحولها إلى اللغة العربية. وراح تشاهدون أنه نكبس على أوكي وراح تتحول إلى اللغة العربية، فقط أنه راح يرجع يخرج من تويتر ويرجع يدخل، وراح تتحول إلى اللغة العربية. المشكلة اللي واجهتني الآن أنه جيت أسجل دخول، مثل ما تشاهدون للأسف ما يقبل بعد أسجل، فقط تبقى هذه العلامة تبقى دائرية، ويبقى يبحث وكاتب لي بالأسفل أنه لم نتمكن من العثور على حسابك. اللي عملته فقط عملت تسجيل خروج، يعني خرجت من التطبيق ورجعت طفيت الهاتف ورجعت شغلتها، رجع دخل على الحساب. الآن مثل ما تشاهدون دخل انطلق، وصار صارت اللعبة باللغة العربية. أتمنى أنه استفاديتوا. نهاية الفيديو طلب، لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. وكل واحد عنده مشكلة خلي يدخل لي على الانستغرام أو يكتبها بالتعليق، وإن شاء الله أبحث لها عن حل. تحياتي ومع ألف سلامة. والإعدادات كلها صارت باللغة العربية مثل ما تشاهدون قدامكم. وشي زين أنه أنت تحول اللعبة وقوانينها كلها إلى اللغة العربية، ومثل ما تشاهدون قدامكم كلها لغة عربية. تحياتي لكم، وأي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها برسالة، أنا حاضر. وشكرا للجميع، مع ألف سلامة.